إيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة الإشكالات المطروحة في مجال النزاعات الجمركية وتعزيز التعاون المشترك بين قطاع العدالة والجمارك أهم ما تضمنه اللقاء الوطني الأخير جمارك عدالة، لقاء أبرز الدور الحيوي للجهاز الذي تعول عليه الدولة لتجسيد السياسة الاقتصادية الجديدة للبلاد. كما أن التعاون والتنسيق بين الجهازين ليس حديث عهد، وإنما يتعلق الأمر بعلاقة متينة تربطهما منذ نشأتهما بمقتضى المهام الثقيلة الموكلة لهما وإطار تشاركي على جميع المستويات. وتهدف المديرية العامة للجمارك من خلال هذا اللقاء الوطني إلى تعزيز علاقاتها مع جهاز العدالة ودراسة المسائل المشتركة بينهما في خطوة للتكفل بمختلف المسائل العملية والقانونية. إن تنظيم اللقاء الوطني جمارك عدالة بعنوان سنة 2024 الذي يعد امتداد للقاء المماثل المنعقد في 7 يناير من العام الماضي لهو تأكيد على عمق الإرادة الفعلية لإطارات وزارة العدل والمديرية العامة للجمارك وحرصها على مواصلة بحث وتعزيز أواصر التعاون المؤسساتي على الصعيدين المركزي والعملياتي، والذي يعد وليد اللقاءات الدورية التي جمعت مصالح الجمارك والهيئات القضائية على كافة المستويات لدراسة والعمل على إرساء الآليات الكفيلة بالتكفل بشتى الصعوبات والانشغالات التي تطرح من قبل مصالح الجانبين في مجال معالجة قضايا المنازعات الجمركية. ويعد جهاز الجمارك أحد الأجهزة الحيوية لوزارة المالية بالنظر للأدوار المحورية الهامة التي تتمثل أساساً في السهر على تمويل الخزينة العمومية بالموارد الجبائية، بالإضافة إلى المساهمة الفعالة في تحسين مناخ الأعمال وتجسيد عمل الحكومة الرامي لتشجيع الاستثمار والإنتاج المحلي وتغطية الصادرات خارج المحروقات، بالإضافة إلى تجنده في مكافحة التهريب والجريمة العابرة للحدود.